بسم الله الرحمن الرحيم. الخطأ الخاص بالستوب مع البي ال سي لما جينا نعمل الاندايركت ادريسنج النهارده، جانا رد من سيمنز والرد الحمد لله سليم، وحاجه ما كناش متنبهين ليها. احنا لما عملنا الانستراكشن تقريبا عملناها بالطريقه دي، وهنا كان السي بي يو بتعمل ستوب على طول اول ما نحمل البرنامج. هنا لو هنلاحظ احنا حاطين عنوان بت ادرس ومستعملين وورد. كانت النصيحة انه لو هنيجي نستعمل وورد ادريسنج ان احنا بنحط البيت ادرس بصفر، ولو هتستعمل بيت ادريسنج ممكن تعمل البيت ادريسنج اي حاجة، يعني تقدر تحط في الخانة اللي هي الخاصة بالصفر تحط واحد تحط اتنين، حط القيمة اللي انت عايزها. لكن لو انت هتستعمل وورد ادرس فبلاش تحط القيمة الخاصة بالبيت ادرس باي قيمة تانية، حطها بايه؟ حطها بصفر، وبالتالي هيبقى كده السي بي يو هتعمل ستارت معاك وهتشتغل معاك زي ما احنا شايفين. كده رجعت البي ال سي تاني عملت ستارت، واحنا حاطين الورد هنا الادرس بتاعنا الاولاني 2.0، يبقى البايت ادرس هنا ب 2، احنا هنا جمعنا عليه 10 في اللود، يبقى هنا كانه 12، والادرس الخاص بالترانسفير اللي هو 20 يبقى 22. فهنا لو احنا جينا حطينا مثلا القيمه بقت ب 100 اللي هي الام دبليو 12 اللي هي بناخد منها اللود ونعمل الترانسفير، لو رجعنا تاني القيمه دي لاي قيمه مش صفر هيحصل معانا الاستوب مره اخرى. يعني لو جيت كده حملت البرنامج كده انا عندي العلامه الخضراء الخاصه بالران، لو جينا عملت مره اخرى داونلود للبرنامج بعد التغيير السي بي يو على طول هتعمل ستوب، ودي المشكله اللي كانت معانا انه طالما هنستعمل وورد ادريسنج يبقى القيمه دي لازم تبقى صفر، لكن لو هتستعمل بيت ادريسنج مفيش اي مشكله، تقدر تعملها صفر تعملها واحد عادي جدا مفيش اي مشكله. اهو هنعمل ريستارت ثاني بعد ما غيرنا القيمه بتاعتنا الى القيمه صفر، خلاص رجع تاني اتحولت السي بي يو الى حاله الران ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا، نقدر نعمل نغير القيم عمليه اللود والترانسفير اي زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكله خالص. طبعا هيبقى رقم بس داخل الرينج بتاعنا، نعمل كومبريس للداتا هتتنقل نفس القيمه على طول في الام دبليو 22.